أهلا بكم في تكملة كورس النيفيس وورك. دلوقتي هنتكلم عن توبيك مهم جدا اللي هو الكوردينيشن. تمام، خلي بالكم، بس أنا عايز أصحح مفهوم كده عند بعض الناس إن الكوردينيشن هو الكلاش ديتكشن. لا، هو الكوردينيشن فعليا مش الكلاش ديتكشن. تمام، أولا أنا عندي ثلاث خطوات رئيسية في الكوردينيشن. أول خطوة اللي هي بنسميها سيرفيسز أرينجمنت. تمام، يعني انا لما اجي ارتب السيرفيس بتاعه الام اي بي، خلاص. تمام، الاول لازم ارتب السيرفيس الام اي بي. تمام كده، يعني ما تبقاش عشوائيه. يعني انا مثلا عندي هنا مواسير، مثلا ما يبقاش فيه ماسورتين فوق وماسوره في النص تحت كده مثلا وماسوره طالعه، لا لازم يبقوا ايه على نفس البوتوم، واخدهم كده ايه نفس البوتوم عشان يتحطوا على نفس السبورت وهكذا. نفس الكلام هنا. تمام، الكيبل تريز مثلا في جنب، المواسير في جنب وهكذا. فدي كده اسمها سيرفيسز ارينجمنت. تمام كده، دي كده مقدمه عن الكوردينيشن قبل ما نخش في الكلاش ديتكشن. طيب، تاني حاجه انا لازم ابص بعيني، في حاجه اسمها فيجوال تشيك. فيجوال تشيك ده انا لازم ابص، يمكن عندي مثلا سيرفيس مثلا تحت السيلينج، دي مش هتبان في الكلاش ديتكشن. انا الكلاش ديتكشن بس بيبين لي التعرضات، بيبين لي لو حاجه خبطه في حاجه، لكن لو عندي حاجه تكنيكال مش مظبوطه الكلاش ديتكشن مش هيطلعها. تمام، فبالتالي لو عندي مثلا ماسوره تحت السيلينج مش هيطلعها. تمام، فانا لازم ابص بعيني كويس جدا جدا على الزون اللي خلصت كوردينيشن، او اللي طلع، او اللي هتسلم، او الحته اللي احنا عايزين نسلمها. فابص بعيني، يعني بعد ما رتبت السيرفيس ابص بعيني اشوف الدنيا عامله ايه، هل في مشكله تكنيكال، هل مثلا في ماسوره ميه فوق كيبل تري، هل في element تحت السيلينج، هل في مثلا دكت مش كونكتد بحاجه. كل الكلام ده مش هيبان غير بالعين. تمام، لازم تشوفها بنفسك. طيب، ثالث حاجه بقى واخر خطوه في الكوردينيشن اللي هي الكلاش ديتكشن بقى، اللي احنا بقى نشوف شويه الكلاشات اللي متبقيه، اللي هي مثلا ايه، انا بعد ما رتبت السيرفيس انا بحل معظم الكلاشات بترتيب السيرفيس ده. تمام، يعني انا مجرد رتبت الدنيا والام اي بي سيرفيس مثلا في كوردر ولا حاجه رتبتها، خلاص انا معظم الكلاشات بتتحل، ما عدا بقى التعرضات اللي هتطلع لي بالكلاش ديتكشن، هي دي بقى اللي انا ايه ببتدي احلها بقى في الاخر. تمام، يبقى انا كده عملت الكوردينيشن المظبوط، عملت سيرفيس ارينجمنت، بصيت بعيني شفت الحاجات مظبوطه ولا لا، عملت كلاش ديتكشن عشان اطلع بقى كل التعرضات اللي موجوده في الموديل بحيث يبقى الموديل فري كلاش. تمام كده، فدي كده كانت مقدمه عن الكوردينيشن قبل ما نشتغل في الكلاش ديتكشن للنيفيز وورك. شكرا لحضراتكم.